عدل السفرة زي ما قلت لحضراتكم هنا طبق سلطة خضراء. نشوف مقادير السلطة الخضراء على الشاشة في متناول الجميع. معانا جرجير ومعانا بصل ومعانا سماء. تعالوا نعمل طبق سلطة حلو مع بعض واحنا واقفين على لغاية البطاية بتاعتنا ما تستوي في الفرن. ناخد الشوربة بتاعت البط دي نعمل عليها ملوخية بكرة. خلي بالك ما تترميش، البطاية دي مكلفة ومتربية على الغالي، فالمفروض هنا الشوربة بتاعتها ما تترميش. بكرة نعمل عليها شوية ملوخية بشوربة البط تتكسر الدنيا. يا نعم يا فندم. مقادير السلطة عينية زي ما انتوا حابين. طيب نشوف خلينا بعد الفاصل نشوف مقادير السلطة بتاعتنا، لأن السلطة النهاردة عايز أبدع فيها، لأن معانا بطاية ومعانا شعرية، فلازم السفرة بتاعتنا يكون فيها أنواع الخضار الحلوة، والخضار عندنا موجود بألوانه بأشكاله اللطيفة. نعمل طبق سلطة في كل العناصر الغذائية من البصل والخيار والطماطم والجزر. عايزاها سبايسي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وانا من عشاق سلطة الخضرة لما بنضيف لها التوم طازة. اول حاجة بناخد البصل الحلو ده كده بنقطعه شرايح. خلي بالك لما تكوني انت شاطرة في المطبخ والبصلاية مش باينة في طعم السلطة انت كده برافو عليك. ناخد البصلاية دي كده، وانا بحب دايما البصل متقطع شرايح رفيعه بالشكل ده كده. ده كده البصل الجوانح، هي البصله دي مركزين فيها على ان هي تاخد طعم السم. والبصل على فكره من الدرنيات زي الجنزبيل زي التوم زي الجزر زي اللفت زي الفجل، بيعالج مشاكل الكوليسترول. وما هو الكوليسترول؟ هو الدهون اللي موجودة في شرايين الدم، خاصة في الشرايين الدقيقة الصغيرة. فالبصل والتوم بيعمل على ذوبانها. ده سماء، ركزي في الموضوع بقى، ده سماء. مع السماء ده شوية شبت. أنا بخدم على البصلاية دي علشان تاخد طعم، وانزل على الاتنين دولت بزيت زيتون، وزيت زيتون غزير. كل ما كان زيت الزيتون نوعية كويسة كل ما كان لطيف وجميل يعالج مشاكل الإمساك. ده زيت زيتون ده على البصلاية، وانزل بفص توم ني على البصلاية. السلطة الخضراء دي بتاعت الشيف المغازي، وانزل عليها بعصير ليمون على البصلايه. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. وانزل بشويه ملح على البصلايه، وناخد كل ده بالشكل ده كده. الله، راحت في مكان تاني البصلايه، ما بقتش بصلايه هنا بقت ذهب اهي. بصل ثوم شبت عشان ريحه البصل ما تطلعش من بقنا، وريحة التوم كمان ما تطلعش من بقنا. ونزلت عليهم بزيت زيتون وعصير ليمون، وفركتها جامد بإيديا كده. دي لازم تتفرك بالإيد كده. حلو الكلام؟ اه حلو. دي مرحلة أولى، دي البصلية كده جاهزة. دي لو أنت بتعملي فتوش تعملها بنفس الطريقة. إيه الفرق بين السلطة الخضراء والفتوش؟ طبعًا الاتنين بياخدوا، اللي أنا عاملها النهاردة بتاخد سماء، والفتوش بتاخد سماء، ولكن الفتوش بتاخد خبز محمص، ده أساسي. ده نعناع أخضر بنقطفه كده برضو علشان ريحة التوم وريحة البصل. أنا بعلمك تعملي طبق سلطة إزاي، البنت اللي في العيلة وبس اللي بتعمليه. ودايما بجد الكلام ده برضو أنا بلاحظه، يقول لك عندي مثلا في العيلة فلانة بتعمل أحلى طبق سلطة خضراء محدش يقدر ينافسها، ولما يتعمل عزومه انت عليك السلطه الخضراء يا فلانه مثلا. حلو، فلانه تعمل الرز الابيض النهارده، رز بالشعريه، وهكذا. فدي ما بين العوائل وبعضيها. تعال نغرف السلطه الخضراء بتاعتنا دي كده مع بعض. اهم حاجه البصلايه، خدمت عليها بالسماء بزيت الزيتون بعصير الليمون بالنعناع. اجيب سرفيز التقديم او طبق التقديم
ده مهم. ودايما تختاري طبق التقديم يناسب السفرة. حلو ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي شايف الجرجير بدأ موسم الشتاء يهل وبشايره، ده الجرجير الطازة الحلو. عندك الأولاد مش بياكلوا الجرجير وهو سليم، ففرصة تقطعيه في طبق السلطة الخضراء بالشكل الحلو ده كده. هنشوف ازاي دلوقتي. ده الجرجير حطيناه كده، ناخد بقية الجرجير الحلو. ما شاء الله، أنا مش في العادة بقطع سلطة خضراء في الحلقة عشان ما أضيعش وقت، ولكن من وقت للتاني بحب كده أرجع لحضراتكم بشوية حاجات معلومات عن تقطيع السلطة. جبت الجرجير غسلتيه وهو سليم يتقطع. حذاري انك انت بعد ما تقطعي الجرجير بالشكل ده كده تحطيه تحت حنفية المية او تغسليه او تحطيه في مصفى، ده غلط. جرجير خاص سبانخ الخضروات الورقية عموما تتغسل الاول وهي سليمة، وبعد كده نحط الايه نقطعها ونبدأ نحط عليها الطعم اللي احنا عايزينه. عندنا هنا بالشكل ده كده طماطم وخيار، بنجيب سرفيس حلو كده. انا عايز اطلع البطاطا، بص عليها، اللهم صل على النبي. ناخد الجرجير كده، نحط الخضره بتاعتنا. الله، حابه انت بقى تضيفي انواع خضار تانية ما عندناش مشكله. البصلية الحلوة، شفت الحلاوة دي؟ بس خلي بالك انت تتبلي السلطة قبل السفرة مباشرة، خاصة لما يكون فيها خسة وجرجير. شفت السلطة الحلوة دي كده؟ انا بحب بقى الانسجام ما بين الخضار وبعضه والبصلية اللي انا ايه مخدم عليها. نغرف طبق السلطة ده كده مع بعض. الله، بجد هتسيبي كل السفرة وتركزي مع ده. ألف هنا وشيفة للي ياكل. أهم حاجة البصلاية اللي أنا خدمت عليها. هرم اهوت من الإيه؟ من الخضروات الحلوة. ده طبق سلطة جميل وزي الفل. عندنا صدفة إن إحنا عندنا شوية زبيب. زي ما بشتغل كده اشتغل اهو. زبيب على السلطة، يا شيف يا سلام على السكريات اللي موجودة في الزبيب دي مع طعم البصل والسماء وعصير الليمون، بياخدنا في مكان تاني. السفرة بتاعتي هنا كده جاهزة وفي عجالة، تبقى واقفة في المطبخ عارفة بتعملي ايه. نقدم السلطة الخضراء هنا لحضراتكم. ألف هنا وشفا. خلي بالك بقى موضوع السبايسي ده، انك تحطي فيها فلفل حار او خلافه، ده حسب رغبة الأسرة وده اختياري بالشكل ده كده. حلقتنا النهاردة تفاصيلها كتير وفيها شغل كتير، ولكن كنت حريص في ان انا اعمل البطاية ترضي كل افراد الأسرة. يعني أنا لو قاعد على السفرة هاكل حاجتين للأمانة، هاكل السلطة الخضراء والخضار اللي جنب البطاية. أنا مش بحب البط، بس أحب الخضار اللي واخد طعم البط، أحب الشعرية اللي واخدة طعم البط، بس كل بط لا مش بحبه. ده مهم جدا، ولكن أنت عايزة تعمليه بكذا طريقة نعمله مع بعض. بس خلونا كده نكتشف حاجة وإحنا مع بعض. المخرج بيقول لي البط ده ما استواش، فإحنا هنشوف مع بعض استوى ولا ما استواش، يمكن هو معاه حق. نعمل حاجة هنا كده. الله، طلعت الجلده بتاعت البطايه مقرمشه ازاي؟ بص بالله عليك يا راجل يا طيب، بص 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 بص، شوف الحلاوه دي كده. بص اهوت ده استوى، شفت الجمال ده كده؟ الف هنا وشفا. بطايه على فكره صغيره، شامورت صغيره، فبتاخدش وقت سوى كتير. الف هنا وشفا اللي ياكل منها. الشعريه عملناها بشوربه البط، سلطه خضراء. السفره بتاعت النهارده متنوعه، يعني انا حبيت ارضي الاطفال لان الاطفال مش هياكلوا بط
ولكن ممكن ياكلوا الشعريه بالمكسرات وياكلوا الخضار الجميل الحلو، والسلطه الخضراء دي كمان لطيفه وجميله. ولكن الهدف من برنامجنا اكله امي، جات لك بطايه، جات لك وزه، انتوا عارفين الريف المصري والصعيد المصري الخير كله والهدايا فيه، يا اما نجيب عيش معانا واحنا جايين، سمنه بلدي، بط، الحاجات الحلوه دي كلها. فانا حبيت النهارده اشرح طريقه عمل البط بطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين في المطبخ، ولكن الامهات في الريف المصري والصعيد المصري انا واثق كل الثقه تعمل البطايه دي وتخدم عليها احسن مني بكتير، لان انا مش بحبه. رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل ما عشت القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.